الفنانة حنان شوقي تستغيث بالرئيس: المنتجون يتجاهلونني ولا يعطوني حقي، ماذا نفعل والفن مصدر رزقنا الوحيد؟ هل نموت جوعا أم نموت قهرا؟ نشدت الفنانة حنان شوقي الرئيس عبد الفتاح السيسي استعادة حقوقها من شركتي إنتاج امتنعت عن منحها أموالها، لافتة إلى أنها بعودتها إلى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حثها على رفع قضية ضد الشركتين حتى تسترجع حقوقها، وهو ما تعجز عن تنفيذه. وأرجعت الفنانة السبب في عجزها عن اللجوء إلى القضاء لكونها لا تمتلك المال، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل من أجل الفنانين الذين يعانون من التجاهل والاستبعاد بالوسط الفني فيجبرون على ملازمة المنزل على حد قولها. وقالت شوقي عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: أناشد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي رئيس المصريين وأقول له: يا سيادة الرئيس، حضرتك قلت قبل كده إن كل فرد في مصر هياخد حقه ونحن لا نرضى بظلم أحد، وها أنا أشكو إليك من إنسانة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن ويرفضون أن يعطونني حقي. وأضافت: فقد تعاملت مع شركة إنتاج ولي عندهم مبلغ منذ سنوات ويرفضون إعطائي باقي حقوقي، كما تعاملت مع شركة ثانية ولي عندهم مبلغ ويرفضون أيضا إعطائي حقي. وعندما لجأت للنقابة قال لي النقيب الدكتور أشرف زكي: ارفعي قضية، وحضرتك عارف إن القضية ستكلف مبالغ للمحامين. وتابعت: أنا ليس معي ما يكفي لهذا، فضلاً على أني أشكو إليك يا سيادة الرئيس تجاهل شركة الإنتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل، فماذا يفعل هؤلاء والفن مصدر رزقهم الوحيد؟ هل نموت جوعاً أو نموت قهراً؟ لجأت إليك سيادة الرئيس أنا وكثير من أصدقائي لحل مشاكلنا، وأعانك الله علينا وحفظ الله مصر. كان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة آخر الفنانين الذين أعلنوا استياءهم بسبب إهمال المخرجين لجيل الممثلين الكبار وعدم الاستعانة بهم للمشاركة في الأعمال الفنية، وأكد قبل أسبوعين أنه يعاني من الاكتئاب ويشعر بالغربة في الساحة الفنية بعد 60 عاماً من التمثيل.